تحدثت الصحف الصادرة اليوم عن الموعد الانتخابي للرئاسيات والأجواء المرافقة له. الشعب يقرر هو العنوان العريض المتصدر لجريدة الشروق اليومي التي فصلت في حيثيات العملية الانتخابية من لجوء المترشحين إلى متطوعين الشباب لمراقبة صناديق الاقتراع إلى التفصيل في عدد الناخبين الذي تعدى 24 مليون ناخباً عبر 60,000 مكتب اقتراع. يومية أوريزون هي الأخرى تحدثت عن اليوم الفاصل تحت عنوان التصويت الجامع للآمال، كما جاءت الجريدة بتصريح لرئيس السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات الذي كشف عن نسبة المشاركة في الانتخابات خارج الوطن والتي تجاوزت 18%. اختارت يومية الشعب عنوان الناخبون أمام موعد مصيري اليوم، وجاء في الجريدة تصريح لرئيس السلطة المستقلة للانتخابات عن مرافقة ممثلي المترشحين منذ بداية محاضر الفرز إلى غاية وصولها للمجلس الدستوري، وهو الأمر الذي اعتبره شرفي قراراً جد هام. بالبنط العريض عنونت جريدة الإكسبريسيون الاقتراع الكاشف للحقيقة، مشيرة إلى 24.4 مليون ناخب المدعوين اليوم إلى مختلف مراكز التصويت لاختيار الرئيس الجديد للجزائر. وجاء في مقال الجريدة تفصيل حول التجهيزات الأمنية المسخرة لهذا الموعد الوطني. يومية النهار افتتحت بعنوان الشعب يختار رئيسه، وجاء في التفاصيل إشارة إلى مسيرة حاشدة في العاصمة شاركت فيها منظمات من المجتمع المدني، برلمانيون وعمال المؤسسات الاقتصادية. وجاءت المسيرة مطالبة الهيئات الدستورية العليا للبلاد بحماية المسار الانتخابي والمنتخبين، خاصة بعد تسجيل اعتداءات على بعض المنتخبين خارج الوطن. أما جريدة النصر فحملت على صدر صفحتها الجزائريون ينتخبون الرئيس الجديد اليوم، مشيرة إلى أنه يعتبر أول استحقاق تشرف عليه السلطة المستقلة للانتخابات بعيداً عن تدخل الإدارة وإعلان الجيش الحياد بعدم مساندة أي مرشح من بين المترشحين الخمسة.